أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الاثنين تسجيل 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أزيد من 1,162 حالة في المغرب. ووفق النشر اليومي للوضعية الوبائية، فإن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 4,632 من الفحوصات الجديدة قد بلغ أزيد من 11,215 شخص منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى الوطني في 2 مارس من السنة الماضية. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، مما استقر العدد الإجمالي في 16,052، بينما تم التأكد وفق المصدر ذاته من 102 حالة شفاء إضافية، ليصل عدد التعافي إلى زيد من 1,145,000 حالة تعافي في المغرب. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمديرات ومديري الدراسة بالمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2022. وحسب بلاغ للوزارة، أسفرت نتائج هذه الحركة عن انتقال 859 مديرا ومديرة، منهم 593 بالتعليم الابتدائي و159 بالتعليم الثانوي الإعدادي و107 بالتعليم الثانوي التأهيلي. وقد شارك في هذه الحركة ما مجموعه 2300 مديرا ومديرة للدراسة، منهم 1424 بالتعليم الابتدائي و388 بالتعليم الثانوي الإعدادي و218 بالتعليم الثانوي التأهيلي. تأهل فريق الفتح الرياضي إلى ربع نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2020-2021 عقب فوزه على مضيفي حسنية أكادير بثلاثية أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير برسم ثمن نهائي المسابقة. ونجح فريق الفتح الرياضي في افتتاح حصة الأهداف مبكرا عن طريق اللاعب سعيد عيد خرصة الذي هز مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، فيما عزز الكاميروني هيرمان كاميني تقدم الفريق الفتح الرياضي بهدف ثاني عند حلول الدقيقة 12 قبل أن يضيف المهدي قرناص الهدف الثالث في الدقيقة 35. وخلال الشوط الثاني تمكن يوسف مهري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 57، لكنه لم يكن كافيا أمام الفريق الرباطي المنظم. شكل التصريح الحكومي الإسباني حول جدية المقترح المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي صدمة كبيرة في صفوف جبهة البوليزاريو الانفصالية وحليفتها الرئيسية الجزائر. ويعد هذا الاعتراف الإسباني بعد اتصالات عديدة للدبلوماسية المغربية اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء، على اعتبار أن المملكة ركزت خلال تقديم هذا المقترح سنة 2007 على أن الحكم التي ستكون تحت السيادة الوطنية. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.